أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه أرسى في عهده الزاهر أسس ديمقراطية متكاملة ترتكز على مقومات قانونية وتشريعية راسخة وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول العصرية المتقدمة، وذلك من خلال رؤية حكيمة تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالته. وشددت معاليها بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي تحتفل به دول العالم غدا على أن النهج الإصلاحي الشامل لجلالته وضع قواعد متينة لدولة ديمقراطية من خلال المواد التي تضمنها الدستور ورسخ بقوة لدولة القانون والمؤسسات، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للديمقراطية، وذلك يجري في ممارسة ديمقراطية منفتحة غايتها تحقيق طموحات وتطلعات الشعب. وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب على حرص المؤسسة التشريعية على تحقيق غايات وأهداف وقيم ومبادئ العمل والممارسات الديمقراطية وفق منهجية دستورية قانونية من شأنها أن تعزز من مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير المسؤولة انسجاما مع مواد دستور مملكة البحرين. وأضافت معاليها أن مملكة البحرين شهدت توافقا وطنيا وشعبيا فريدا من نوعه تجلت أسمى صوره بالتقاء الإرادة الملكية السامية والمشاركة الشعبية الفاعلة والواسعة في تبني المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي توج بالتصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير عام 2001. وأكدت معاليها أن العمل الديمقراطي الدستوري والقانوني في مملكة البحرين أضحى نهجا راسخا وثقافة عامة وممارسة مستمرة في كافة شؤون ومجالات الحياة في المجتمع البحريني.